هاي اطلع اطلع ها اطلع اصفر شو ندير انا ما كيف يقولوا لهذيك لمسه لمسه خفيفه برك لمسه خفيفه برك هكذا برك حتى يكملوا الكليراج برك الله يبارك الله يبارك وش الشاوي هذا شكون يديهم بعد الولاده خاليه ايه ها ايه يكثر الشكاوي ماله واش يعني يجيك غاشي عظيم باذن الله سته ايه الافتتاح على قد ايه 10 اه هو غلط يا رجل انا لازم 7 7 دير على الصباح لازم نحضر الافتتاح واش بيك تك بصحك ولا ايه دير على الصباح ديروا على الصباح السي بكري السبت والغاشي الساعه 7 تاع الصباح تفتح ان شاء الله اسمع باهنا نجي هنا نوقف معاك الافتتاح ناكل باتيسري لابار تاعي ومن بعد نمشي الحانوت تاعي لروحي حنا وعدني اسمع انا عندي الزبائن تاعي وانا مش كيما تاع الناس الاخرين هذوك يجيو 10 ولا 11 حنا والسبعه ظلمه باهي نافيكي ودوك الحوايج المليح والامورات والسبعه تاع الصباح ودير حسابك من دوكا تصلي الفجر وتجي تشوف انت لهنا يبين تفهموا ايه اصبر تيقى باك نتشاوروا معاهم برك السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله خاوتنا الاعزاز شوفوا لي اسكو الصورة واضحة ولا مش واضحة انا مش نعطيكم السلعة خاوتي راه جيس برك كيما نقولوها على جال الويفي تاع المنزل لهنا مانيش على بالي اسكو يخرج كاليتي مليحة ولا ما يخرج كاليتي مليحة برك قولوا لي اسكو الصورة راهي تبان واضحة ولا مش واضحة اللايف راهو يكون ورا صلاة العشاء خاوتنا وقعد 8:30 ولا 9 باسكو اللي راه مزال ما خلصوش ديك ليراج واضحة واضحة اعطينا خاوتنا شوفوا لنا اسكو الصورة واضحة ولا مش واضحة بهم بعد خاوتي ان شاء الله دوك يكملوا برك خاوتي ونعطيكم السلعة بسم الله ما شاء الله خاوتي راهو عنده سلعة بسم الله ما شاء الله روعة واضحة واضحة ما شاء الله الله يحفظكم خاوتنا بارك الله فيكم العزيز ربي يعاونكم راه مازال وها مع الكليراج ولا قاعدين يركبوا في الاضواء انا اللي بريسيتهم المهم خاوتنا اللايف راه يكون من بعد ان شاء الله كي تكونوا فارجين رواحكم وغسلتوا المواعن ووجدوا لنا تايات وكوكاوات ومن بعد باذن الله تعالى رانا نخربشوكم لايف باهي خاوتنا هكذا نزيدوا نعاودوكم خاوتنا لا اله الا الله محمد رسول الله راح نقول لكم البلاصه وين جايه برك نقول لكم البلاصه وين جايه هذا خاوتنا رانا في سبر حوات في الكارطيري وين يبيعوا البنتوره انا رانا في الكارطيري يبيعوا البنتوره هكذا منا خاوتنا تروحوا المسجد الامير هكذا اه لا سما لا باس الله خاوتنا منا جامع الامير راني كي من بعد ندير لكم اللايف راني نجيب لكم على الطريق خاوتي باه نعطي لكم الطريق تاع المحل هكذا نعطيكم طريق تاع المحل او سير خلاص جامع الامير كيما نقولوا لاري تاع الامير تهبطوا تمشيو شويه جوست هكذا تدوروا على ليدكم اليمنى تسيبوا المحل راهو سير خلاص هكذا راهو جاي في وسط البلاد كيما نقولوا خاوتي الاعزاز نخليكم على خير روحوا رجلوا اموراتكم اتعشوا ونصليوا ان شاء الله واغسلوا الموعن تاعكم وراني باذن الله تعالى نعاود نجي لهنا باذن الله تعالى نجي نعطيكم البضاعه بالاسعار تاع اي حاجه خاوتنا بالاسعار هكذا راهو عنده ولله بسم الله ما شاء الله خاوتنا بضاعه بسم الله ما شاء الله قوه هكذا مرحبا بكم خاوتنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.